لا يعني انا ملاحظ وانا بصرف النظر عن اي حاجه مش هقول غير اللي انا مقتنع بيه واللي يرضى بيه ضميري حتى لو جاب لي مشاكل. لان في ترصد وفي تحوير لكل كلمه وفي اجتزاء لكل جمله، وتبقى بمثل قال 7-8 اسباب ياخدوا سبب منهم ويركزوا فيه فبينالنا النقد. وعلى فكرة أهلا وسهلا، لأن أنا مدرك أن أولادنا مخلصين اللي بينقدونا في السوشيال ميديا، أو الـ يعني الاختلاف اللي بيحصل على السوشيال ميديا، وده اللي أنا بتكلم عليه. يعني إذا ما كناش شايفين ما يتعرض له للنادي الأهلي في هذه الآونة، وخصوصا من لحظة ما اقترب من المنافسة الجادة على لقب الدوري، وانفجار انفجار في كل اتجاه ضد النادي الاهلي، واعلام وسوشيال ميديا، فمش عايزين اولادنا يتاثروا هم كمان بهذا الكلام. وبعدين لازم نفهم، هو يعني اذا كانش النادي الاهلي يدافع عنه في قناته، ما هو كل الدنيا بره ضده، هو له اعلام؟ هو في اعلام احمر؟ مفيش. يبقى لما القناة حتى تتصدى انها تدافع عن النادي الاهلي، هذا واجبها، هو ده دورها. لكن تتصدى بالحق، ما نقولش حاجة غلط، ما نقولش حاجة مش موجودة، لكن احنا بندعو الناس تفكر معانا الاسباب كذا كذا، 1 2 3 4، يروح سايب لك كل الاسباب وماسك في كلمة. بس ده مش خاضدني خلاص، انا وانت تعودنا ان المسؤوليات تقتضي منك انك تتحمل غضبة الابناء، وهو كده يعني. لما الاهلي كمان بيكسب ما هو بيبقوا فرحانين، يعني زي ما بيشيدوا بينا من حقهم ينتقدوا، بس ايه، باحترام. يعني انا كل اللي بطلبه ما فيش تجاوز.